صحيح. تتسارع وتيرة العمل من خلال نشاط مجلس مدينة دير الزور باستمرار تأهيل المرافق الخدمية، ومنها المسلخ البلدي الذي يقع بحي الصناعة وسط المدينة، حيث شارفت الورشات على الانتهاء من تجهيز الموقع لإدخاله في الخدمة. المصلح تقريبا إن شاء الله بنهاياته، عبارة عن أعمال الدهان وأعمال تركيب البلور والسيراميك، وموعودين إن شاء الله قبل نهاية الشهر يكون المصلخ جاهز للاستثمار، لأنه هو المصلخ الوحيد في مجلس المدينة، وإن شاء الله يكون ضمن المواصفات الصحية الصحيحة. إعادة ترميم المصلخ من سيراميك وأعمال حديد وشبابيك وتبديل الصرف الصحي وشبكة المياه كاملة مع تأهيل الأعمال البيتونية المتضررة. وبعد أن شهدت شوارع فرعية عدة في حي جبيلة عند دوار حويجة في محافظة دير الزور حالات اختناقات وانسدادات في خطوط الصرف الصحي ما أدى لمشاكل عديدة في الحي، استجاب مجلس مدينة دير الزور لشكاوى الأهالي الذين عانوا من هذه المشكلة ومن حالات التلوث وعودة مياه التصريف إلى منازلهم. بعد الكشف من قبل مجلس مدينة دير الزور على الخطوط المسدودة والمتسطمة، قمنا باستبدال جميع الخطوط وإزالة المعوقات والمشاكل الموجودة عند الأهالي. كان بيه مضايقات من الصرف الصحي على طول الطوف البيوت يعني، وبعدين استجابت البلدية، ما أعرف المنظمة ما أعرف، ولا الساعتين كل الصرف بالمنطقة صار يعدي ونظامي يعني. جهود كبيرة تبذل من قبل مجلس مدينة دير الزور في تأهيل البنى التحتية في المحافظة بعد التزايد الكبير بعدد السكان، مع فتح أحياء جديدة وأسواق لعودة الحياة الآمنة للمواطنين.